مفهوم معين لدى الناس الاتيكيت والبرستيج. في ناس يحسبون انه هذا نوع من انواع الترف وانه ما يعني يمثل الا الشخصيات الاعتباريه والاشخاص المهمين جدا. لكن السؤال هنا اللي نطرحه لابو سعود لكن نشوف الفيديو، انه هل الاتيكيت والبرستيج مهم جدا للشخص العادي ولا شيء ترفي او شيء ما يهمني كشخص عادي ويهم مجتمع اخر؟ خلينا نشوف الفيديو هذا ونرجع لكم. واحد ما شاء الله يمل والله العافية. حط لي وحدة تكفو عادي لو صارت على الفرش عادي. ثانية ما شاء الله. وش هالنظافة عزوز؟ عشت لا والله لا ان شاء الله ما يحتاج لا والله وكل والله بسم الله. هذا السؤال اللي انا اطرحه مرة اخرى على ايضا على الفيديو، انه هل الاتيكيت والبرستيج يهمنا احنا كاشخاص يعني ولا لا مهم؟ احنا نعرف في بعض الناس يحسبون انه هذا من البروتوكول الشخصيات الاعتباريه، وزراء، امراء، شخص كبار، ناس عايشين في بوتقه معينه، ولا الشخص العادي يحتاج هذا الشيء؟ احنا يجب ان نفرق اولا ما يحدث من باب الميانه وبين الاصدقاء وما يكون عرف عام وسلوك في المجتمع. عندما تصور وتنشر فأنت دخلت في مرحلة السلوك العام والعرف، مش شيء خاص. شيء خاص أنت تقفل التصوير، وإذا صورت ما تنشر. أعطيك إشكالية في المقطع هذا. نمسيهم بالخير ونقول عليكم بالعافية، بس الإشكالية وين؟ المقطع هذا لما ينتشر ويشوفونه ناس من برا بلدنا ما راح يعرفون انه هذا للضحك. هم يعتقدون ان احنا كذا ناكل كيك. يعني احنا لنا 50 سنة 60 سنة 70 سنة قاعدين نحاول نعدل صورة انه احنا هنا مش خيمة وناقة. نعم. عندنا نهضة، عندنا ناس احنا مع انه ثياب النوم مقبولة في بيته. صحيح. مقبولة في استراحته. بس هو طالع سفير لبلده ويمثل أهله ويمثل مجتمعه. الآن وش يقولون؟ واحد يجي من برا يشوف الفيديو وش يقول؟ والله يحط عليه تعليق هكذا يأكل السعوديين الكيك. إيش استفدنا إذا إحنا نصرف ملايين سنويا قوة ناعمة عشان نعدل الصور، وتيجي أنت بفيديو واحد ولا فيديوين تخرب كل شيء. أنت إنسان مسؤول، يجب أن تكون مسؤول. صورت وضحكت أنت خوياك لا تنشره بس. اي نعم. مع سؤالي ايضا كذلك على المرمر هذا، هل الاتيكيت يعني في ناس يحسبون انه عدم الالتزام بالاتيكيت انه شيء ترفي ما احتاجه، يعني شيء سلوك مهلي؟ اولا الاتيكيت هم الناس ياخذونه من باب حاجه للطبقه الارستقراطيه وموضوع للتندر والضحك. نعم. الاتيكيت هو اسلوب. يا سلام. اسلوب تعامل. اتيكيت اكل الاكله الفلانيه هو اسلوب، طريقه المثلى لأكلها. انت بتاكلها بطريقه ثانيه هذا موضوع راجع لك، بس هذا الاساس. يا اخي احنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ناكل. نعم. هو علمنا الاتيكيت الحقيقي، اداب الاكل واداب الخلاء واداب هو اسلوب الاكل. ثلاثه اصابع، يا اسمي الله وكل مما يليك الله. ها هذا اتيكيت، هذا اسلوب، هذا اسلوب تعامل. لا تروح تاكل من الطرف الاخر وتقول لا انا كيفي، أنا باكل من هنا. لا يا أخي، عندك توجيه وتصور وترسل مو صح. لا أبدا. لذلك كل شيء له أسلوب تعامل اسمه أتيكيت. في حزازية من اسم الأتيكيت سموه أسلوب تعامل. المهم أننا لما نتعامل مع شيء نتعامل معه بالأسلوب الأمثل. لو ما نبغى نتعامل معه بالأسلوب الأمثل على الأقل يكون حاجة مختصرة حتى لا تكون هذه السمة يتم تعميمها على المجتمع بشكل كامل. انت ذكرتني يوم تقول انه هذا من الاتيكيت، انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان حتى لا يتقزز احد. الحين شوف هذا قاعد يقدم الاكل بيده، ويده ما تدري ايش قاعد تمسك اول. صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم اكله التمره. صحيح. ياخذها. صحيح. واذا بيطلع العجم يحطها خلف اصابعه عشان لا يلمس. صحيح. الاكل الثاني. صحيح. شوف الحرص والاتيكيت اللي يبغاه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. وهذا قاعد يقدمه بيده. نعم. حتى في اللباس، في التناول، تلبس برجلك اليمين، تلبس لبسك تبدأ باليمين. يا سلام.
في اسلوب. هذا هذه مدرسه، مدرسه تعلمنا اسلوب التعامل في الحياه. انت انسان متطور متنور فاهم، هذا مثل هذه الامور يفترض ما تصدر، وان صدرت ما تنشر.